لو ليكي غرض يا حبيبتي ترجعي فريد انا ما عنديش مانع، انا مستعده اروح له بنفسي استسمحه ويرجع كل حاجه زي ما كانت. لا يا ماما، لا ما ينفعش الكلام ده دلوقتي خالص. انا عارفه فريد كويس، هو لما ياخد قرار ما يترجعش فيه، وحتى لو اترجع المره دي مش هقبل على نفسي ارجع واعيش مع واحد رجعني غصب عنه. يا ماما مش هنخسر حاجه يا حبيبتي. الاستاذ خالد وست والدته جم، خليهم يتفضلوا هنا. حاضر. جيهان يا حبيبتي هتقابليهم؟ طبعا يا ماما لازم اقابلهم، هما مش جايين يجاملونا لازم. ازيك يا فتحية؟ تسلمي يا ستي. اهلا وسهلا. اهلا يا اختي، اهلا وسهلا. اهلا يا خالي. ازيك؟ اتفضلوا. اهلا يا خالتي. ازيك؟ اتفضلي. اهلا يا خالد. اتفضلي. الله يخليك. اتفضلي يا اختي. اهلا يا خالد. ازيك خالتي؟ الحمد لله. ازيك؟ عامله ايه النهارده؟ الحمد لله على كل شيء. معلش يا خالتي، احنا طبعا عارفين ان الوقت مش مناسب، بس احنا يعني قلنا نيجي نقعد معاكم شويه كده ونطمن عليكم. يا حبيبي تشرفوا في اي وقت، البيت بيتكم. فتحيه. فتحيه. ايوه يا ستي. شوفي اختي تشرب ايه والاستاذ خالد يشرب ايه. يعني اي حاجه. قهوه يا فتحيه؟ لا كفايه قهوه بقى، اعملي لنا عصير يا فتحيه. حاضر يا ستي. اصلي بصراحه الموضوع اللي احنا جايين فيه ما تمشيش معاه القهوه. يا ماما يا ماما، احنا مش قلنا ناجل الكلام في الموضوع ده شويه؟ لا المكان ولا الزمان يسمحوا بكده. ناجله لامتى يا خالد؟ ما انت عارف كلها كام يوم واجازتك هتخلص، بعدين احنا مش عايزين الا كلمه واحده، يا ايوه يا لا. والله صاحبه الشأن اهي، وزي ما بيقولوا ادي الجمال وادي الجمال. خالد انا ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا يا جيهان، انت كل طلباتك اوامر. يعني لو احنا ممكن نقعد مع بعض شويه ونعرف بعض، احنا بقالنا سنين يا خالد ما شفناش بعض، واكيد الصوره اللي رسمها كل واحد فينا للتاني اتغيرت، صح؟ صح فعلا، عندك حق. انا مش عايزاك تزعل مني يا خالد، زي ما انت عارف انا خارجه من ازمه كبيره قوي ومتضايقه الفتره دي، ومش عايزه اي حاجه تاثر على القرار اللي انا هاخده. كل الكلام اللي انت بتقوليه مظبوط يا جيهان، وشوفي الوقت اللي انت عايزه تحدديه ونقعد نتكلم فيه، وانا اوعدك يا ستي ان هفتح لك قلبي واكون معاكي صريح جدا. وانا مش عايزه اكتر من كده. قولي لي يا خالتي، عم ازاي هو؟ والله زي ما هو، طول النهار قاعد في اوضه المرحوم، لا بينزل ولا بيروح مكتبه. طيب انا ممكن اسلم عليه؟ قوي يا حبيبي. اطلعي يا جيهان ادي خبر لبابا. حاضر يا ماما. بابا. ايه؟ طنط فريدة وخالد هنا عايزين يقابلوك. مين؟ طنط فريدة يا بابا. فين؟ هنا. تعالى معنا، تعالى. تعالى يا بابا عشان خاطري. ازيك يا عم وازي صحتك؟ خالد. ازيك يا ابراهيم؟ ازيك؟ انت فين؟ بقالك كتير ما شفناكيش. ما تزعلش منا يا ابراهيم، ما بيحوشنيش عنكم الا الشديد القوي والروماتيزم منه لله. اقعد اقعد يا ابراهيم. انا عندي شغل. ترى الحلو
حلوين مالهم؟ لا مفيش حاجة. لا يا فاطمة اوعى تكدبي. بس بس ايه؟ ايه في ايه؟ حاضر حاضر. شكلكم كده مش عاجبني خالص النهاردة. وبعدين هو احنا مش متعودين طول عمرنا اننا نبقى صرحة مع بعض؟ اذا كان في حاجة يبقى نخبي ليه بقى؟ ها؟ اتكلمي انت يا مريم. اصل بصراحة يا بابي انا زعلان من مامي قوي. ليه يا حبيبتي؟ اصل بقالها كتير لا بتتصل بينا ولا حتى بتطمن علينا. بسيطة اتصلوا انتوا بيها انا هطلبها لكم بنفسي. ما تتعبش نفسك يا بابا، اتصلنا بيها اكتر من مرة ودايما في كانت بتقول ماما مش موجودة او مش فاضية. يبقى اكيد في حاجة. طيب نطلبها علشان نعرف ايه السبب. تعالوا تعالوا انا هطلبها لكم. الو صباح الخير. اهلا يا فندم. يا ترى حضرتك عامله ايه دلوقتي؟ لا لا مفيش، بس البنات يعني بيكلموا جيهان وهي ما بتردش عليهم. طيب خليها تكلمهم حتى على الاقل يسمعوا صوتها. طيب 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 شكرا، مع السلامه. انا مش قلت لحضرتك يا بابي؟ هو في حاجه احنا ما نعرفهاش يا بابي؟ ايوه يا حبيبتي اقعدوا. هو في حاجه فعلا وانا ما كنتش ناوي اقول لكم عليها، بس اظن ان انتوا كبار كفايه وهتقدروا تفهموا. هي مامي عيانه يا بابي؟ لا يا حبيبتي، خالكو عاصم هو اللي عيان قوي. طب يا بابي نروح نزوره وبالمره نشوف ماما. مش هينفع يا مريم لان هو سافر بره علشان يعمل عمليه وشكله كده هيغيب هناك. يا حبيبي يا غالي. وبعدين هو انا مقصر معاكم في حاجه يا بنات؟ مش اي حاجه انتوا بتعوزوها انا بجيبها لكم. طب ايه رايكم ان انا النهارده هعزمكم على الغدا بره؟ بس بشرط. ما انا قلتلك مش هينفع ناخد ماما معانا. لا يا بابي ناخد طنط رانيا معانا. رانيا؟ ايوه يا بابي يا ريت، انا بحس ان هي بتحبنا قوي واحنا كمان بنحبها. بس انا ما اعرفش ظروفها، يعني ممكن تبقى مشغوله ولا حاجه. خلاص نكلمها ونعرف ظروفها ايه. ايوه بس انا ما اقدرش اكلمها. لو عايزين تكلموها كلموها انتوا. ماشي يا بابي، اطلب لنا انت النمره واحنا اللي هنرد عليها. مفيش مانع، اهو ده حل وصل كويس. تعالوا معايا. انا زي ما قلت لكم مش هتكلم. ها الو. ايوه يا طنط انا فاطمه، وانت كمان وحشتيني قوي. الو ايوه يا طنط، احنا عازمين حضرتك على الغدا. ها قلتي ايه بابي؟ لا طبعا هيكون موجود. الو عشان خاطري بقى وافقي. ايه بجد؟ طب اتفضلي بابا مع حضرتك. طب يلا خيرهم بسرعه بسرعه. الو اهلا يا رانيا، معلش انا اسف جدا، هو ده كان اقتراحهم هم. انا ما انت عارفه يا رانيا انا احب اشوفك في كل وقت. طب كويس بجد؟ خلاص لا لا يبقى نتقابل على طول مسافه السكه. نص ساعه. ايوه في نفس المطعم. طيب طيب لا لا من غير تأخير، انت بقى اللي ما تتأخريش لحسن لحسن البنات يقلقوا عليك. طيب مع السلامة مع السلامة.